ينقر هذا التحقيق أولا حق التهم قبيل الأموال، والقرار الثاني اللي هو أهم بالنسبة لي أنا قرر إفراج المهدي بن غربية ومراعاة ثابت الثابت للوضع الصحي والنفسي اللي في مهدي بن غربية، خاصة أنه في إضراب في منذ 5 نوفمبر 2021. السبب الثاني يمكن هو أهم بالنسبة لي مراعاة المصحة الكبرى للطفل اللي هي مبدأ قانوني عام للطفل في تونس،